وللحديث أكثر عن سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية وعمليات الفساد فيها، معنا من باريس الدكتور أمير المفرجي السياسي العراقي المستقل عبر سكايب. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا، كل الهنا. دكتور، كلما هبت أزمة اقتصادية على البلاد تتصدر الواجهة مجددا المنافذ الحدودية وسيطرة الأحزاب على تلك المنافذ، ما أهميتها أولا بالنسبة للأحزاب والميليشيات؟ من الطبيعي أن المنافذ الحدودية تشكل مصدرا كبيرا من الثروة العراقية، لأننا وكما نعرف بأن العراق أصبح بلدا يعني يستهلك بالمليارات عن طريق البضائع التي تدخل للعراق من خلال المنافذ الموجودة. وما زاد الطين بلة هو المشكلة الإيرانية والعقوبات الإيرانية الأمريكية على إيران، مما جعل العراق يعني منفذا لإيران ومنفذا لميليشيات إيران التي تسيطر هي بالذات على الحدود العراقية. وعندما نقول الميليشيات نقول أحزاب هذه الميليشيات الذين هم أصحاب الثروة الحقيقية في العراق، والذين من وراء هذه المنافذ التي تدر بالأموال الطائلة يستطيعون من البقاء ومن ثم يعني إسناد مواقفهم وأحزابهم وميليشياتهم التي تقتل العراقيين في الانتفاضة العراقية وفي الشارع العراقي. إذن هذه المنافذ هي مصدر رئيسي لهؤلاء للبقاء في السلطة، ومن ثم يعني مساعدة إيران في نفس الوقت. نحن نتكلم دكتور عن أرقام كبيرة جدا، الحديث يدور عن 10 مليارات دولار سنويا تأتي عبر المنافذ لكنها لا تدخل إلى خزينة الدولة، أين تذهب؟ شيء طبيعي الذي يعرف ما يعني ما يعمل فيه في العراق ومن يدير العراق وما يعني الآلية التي استطاعت هذه الدويلة من تمشية أمورها في العراق يستطيع أن يفهم كيف يعني تدور هذه الأموال الطائلة التي تفضلت بالكلام عنها وتقول بالمليارات، لأن هذه الأموال الطائلة هي تستخدم من قبل يعني نفس الأحزاب التي هي تسيطر على النظام السياسي في العراق. الأحزاب هذه لها يعني آليات ولها فروع ومؤسسات حتى في المصارف العراقية التي هي أكثرها مصارف أهلية يترأسها رؤساء هذه الأحزاب شيعة كانوا أم سنة. فمن هذا المنطق يعني المليارات يعني تذهب في طرق منظمة وطرق يعني مسيطرة عليها من قبل هذه الأحزاب. فلهذا يعني هذا الكلام عن المليارات يعني بهذا العدد الكبير هو الذي يعني يفضح لنا ما وراء هذه المليارات ومن الذي يستفاد منها. كيف تؤثر على اقتصاد العراق وكيف تساهم في إضعافه؟ يعني العراق وكلنا نعرف يعني العراق هو بلد ليس له مؤسسات تخطيط وليس له مؤسسات تعتني بالمواطن وبالاستهلاك المحلي، والاقتصاد العراقي هو اقتصاد فاسد لأن الذين يديرونه هم فاسدون. إذن المشكلة مشكلة العراق، مشكلة الدخل المالي للعراق، يعني هذه المسؤولية التي يتحملها هذه الأحزاب، لأن الأموال العراقية تذهب إلى جيوبهم يعني بدلا من أن تذهب إلى الشعب العراقي ولبناء العراق. لاحظوا لم يعمر ولم يبنى شيئا في العراق منذ 2003، كل هذه الأموال وبسعر النفط الكبير يعني العالي في ذلك الوقت لم نرى أي يعني مخزون عراقي. هناك أموال تذهب إلى هذه الأحزاب عن طرق مصارف أهلية، عن طرق منافذ دولية تسيطر عليها الميليشيات. نعم دكتور، من المسؤول عن استمرار الفساد في المنافذ كل هذه السنين؟ بمعنى هل الحكومة شريكة مع الميليشيات والأحزاب أم أن الحكومة لا تستطيع فعلا السيطرة على هذه المنافذ وتركتها للميليشيات والأحزاب؟ الحكومات السابقة بالطبع هي التي بنت هذه المؤسسات وهي التي رعت هذه الطرق ل يعني جلب الاموال، مال الحرام، اموال العراقيين يعني لوضعها داخل النظام السياسي الذي يمثلهم. الان سمعنا بان الحكومه العراقيه الجديده يعني تريد ان تقضي على هذه يعني هذا الاسلوب بوضعها تحت يعني محك مع يعني سيطرة الدولة العراقية وسيطرة يعني الجهاز الأمني،
ولكن أنا في نظري أعتقد بأن الدولة لا تستطيع شيء، لأنها أولا دولة تخاف من الميليشيات، لأنها دولة لا تستطيع أن تقول يعني لا للميليشيات، ولكنها تريد أن تبقى في تهدئة الأمور. ما لاحظناه من زيارة السيد مصطفى الكاظمي إلى مقر الميليشيات ده هو الدليل الواضح على أن هذه الدولة لا تستطيع أن يعني أن تجد حلا لهذه المبالغ التي يعني يحاول الفاسدون من جنيها عبر المنافذ الحدودية. نعم كلنا نعرف هذه المنافذ الحدودية تستعمل ل يعني سرقة أموال النفط، لعبور المخدرات، وكذلك ل يعني جلب أو أخذ أو سرقة الجمارك التي تدخل للحكومة العراقية. الخزينة العراقية خاوية لا تحوي إلا على 2 أو 3% من هذه يعني المبالغ التي تجنى عن طريق الحدود. إذن نعم هناك يعني مشكلة كبيرة في العراق، والسيد الكاظمي أنا في نظري لا يستطيع أن يعمله، لأنه داخل دولة أو داخل جمهورية موز كما يقولها البعض. نعم هذه جمهورية ليس لها أي مؤسسة رقابية على يعني مؤسسات أنت الدولة. ذكرت قضية مهمة، أن المشكلة لا تتعلق فقط بمشكلة هذه الأموال وإن كانت معضلة كبيرة في الحقيقة وسرقات هائلة جدا، لكن أيضا هناك حديث عن المخدرات، التهريب، دخول السلع الفاسدة، كلها من خلال هذه المنافذ والمعابر، وبالتالي السيطرة تضر بالمواطن العراقي في أكثر من قطاع وليس فقط في كونهم يسرقون هذه الأموال من إيرادات المعابر. شيء طبيعي عندما يعني نلاحظ ان سرقة هذه الاموال وجباية الاموال الحرام عن طريق يعني عمليات الاستيراد، هذه العمليات سوف تؤثر على يعني المستوى المعيشي للانسان العراقي، هذه من جهة. ومن جهة اخرى دخول المخدرات التي هي اصبحت آفة كبيرة، يعني قتلت الكثير وغيرت الكثير من أفكار الشباب العراقي، وكلنا نعرف بأن هذه المخدرات لم تكن موجودة في السابق، بل دخلت بعد أن دخلت إيران إلى العراق وفتحت حدودها وبواسطة ميليشياتها التي تساعد في فتح هذه الحدود لمرور هذه السموم إلى الشاب العراقي. إذن يعني المشكلة هي مشكلة كبيرة بالنسبة للعراقيين، عدم وجود سيطرة على الحدود نعم بين إيران والعراق، يعني لها يعني أشكال عديدة، المخدرات، سرقة يعني الأموال التي تدر من قبل الشركات التي تستورد والتي هي بالمليارات يعني. نعم شكرا جزيلا لك دكتور أمير المفرجي السياسي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من باريس.